طبعا كاميرا الموصليه ارتأت ان تقوم او تصور في هذا المكان المهم جدا ايضا بالنسبه لمدينه نينوى، حيث هذا كان المكان هو معمل البيبسي الذي ينتج البيبسي لكل محافظه نينوى، ولكن حاليا نحن امام هذا الدمار ولم تمتد اليه ايادي الاعمار الى حد الان، وهذا المكان يستغيث من الجهات المعنيه باعادته وتاهيله او رفع الانقاض كمرحله اوليه ومن ثم ادراجه في مشاريع الايمن المدمر. هذا معمل بيبسي متروك ومهدوم هدم، نريد عمروه، هم الحكومه استفاد منه، هم الشعب استفاد منه، عمال ما عمال، عمال بطاله، كلة العمال، كل عمال بطاله، معمل بيبسي ضخم مكانه مساحته كبيره، نريد عمروه، لو عمروه هم العمال تشتغل، اسمه بطاله العمال قاعدين باب جديد وبالساعه ابراج جاده قاعدين عمال بطاله عطاله كلتها، هم استفاد منه عمل، هم استفاد منه الدوله تشتغل به، انشغلوا انحركوا، يعملوا معمل بيبسي، معمل ثلج، كل شيء يعملوا. والله نطالب باعاده اعمار معمل البيبسي ونريد شغل، وشغل ماكو، والوضعيه تعبانه حيل يعني. والحمد لله والشكر. والله ليش ما نشتغل؟ ليش ما نشتغل اذا رجع المعمل؟ ليش ما نشتغل؟ نريد نطالب باعمار معمل البيبسي يعني. وعمار هاي البيوت المتضرره، المناطق متضرره، حيل متضرره المنطقه القديمه. وجهود الخيرين والطيبين عاد تتعمر بس. يعني هذا المعمل البيبسي اذا رجع انت كل شيء في 200 عامل تشتغل. اذا ما ازيد 500 عامل.